ماتش الانتصارات على حساب الهلال على مستوى بطولة الدوري والمباريات الأقصائية. هداف الهلال و14 هدف للنيجيري الذي ينافس على صدارة الهدافين. النيجيري الذي لديه فارق هدف واحد فقط مع عبد الرزاق حمد الله للهلال، ومن مسافة. وفلاديمير صاحب التجربة والخبرة الكبيرة والحضور القوي هذا الموسم والمواسم الماضية، والرجل الذي حقق مع الفيحة كأس خادم الحرمين في الموسم الماضي على حساب الهلال، والبريك يصوب كرة قوية وهي صعبة لكنها فوق المرمى تماما. وسيلعب الجولات المقبلة على التقدم إلى الأمام. عندنا خطأ الآن وعرضية وراسية خطيرة، وكرة تمر من أمام البليهي، مرت من أمام البليهي. يمرر كرة باولينيو ولا كرة لمصلحة الفيحة، ممتازة وخطيرة ومرور وكرة وخطيرة أمام المرمى لكنها تمر من جانب باولينيو. باولينيو خطيرة خطيرة، خطير وفنان. شوف السرعة، شوف المهارة، شوف التقدم إلى الأمام. خطيرة لباولينيو، حطها بين قدمي خليفة لكنها مرت سليمة. واحدة يضرب فيها الهلال، حاول باولينيو وكانت خطيرة جدا، وكانت فرصة متاحة. كرة لسعود، يلعب كرة لماريجا وخطيرة، وكرة هلالية وسعود ضيع الكرة، ضاعت الفرصة، ضاعت على سعود عبد الحميد. او يلعب الكرة العرضية، وقوفة يشير الى انه سيسدد. يمرر الكرة في هذا المكان ابو سبعان، بعيدة جدا من جانب ابو سبعان، بريك يرسل كرة طويلة ورائعة وفي المكان الصح عند ميشايل. يتقدم ميشايل، يحاول امام اكثر من لاعب، مر ميشايل وعرضية طويلة على ماريجا، طويلة على ماريجا، راحت عند سعود عبد الحميد. يمرر الكرة كاريو لسعود على اليمين، عرضية منتظرة تعود مرة اخرى لكاريو ثم لكويار. محاولات الهلال لا زالت مستمرة، وعندنا كرة فيها امامية وتمريرة وصلت لميشايل، يبحث عن ارضية خطيرة، وكرة وفرصة وفرصة لكانو، وحكم المباراة يشير الى صافرة موجودة. الراية والتسلل على محمد كانو. When you prefer meaningful experiences over stuffy service, it matters where you stay. لحظة قبل ما تسوي سكيب، عالم التجارة الإلكترونية عالم واسع ومربح لكنه مشتت لكثير من الناس، وخصوصا إذا دخلوا يوتيوب وراحوا بحثوا عن المعلومات يتشتتوا بشكل جدا كبير. فأنا اختصرت لكم الطريق وقلت لكم على تجارة غيرت حياتي وحياة كثير من طلاب، اللي هي تجارة أمازون. ايش هي تجارة امازون اف بي اي؟ هي انه ببساطة تبيع منتجات داخل امازون، فتشتري المنتجات من الصين تشحنها الى مستودعات امازون، وبعدها تبدأ بعملية البيع داخل امازون، سواء كان امازون الامريكي، امازون الاماراتي. فماذا ممكن ان تقدم لك امازون؟ امازون ممكن تقدم لك دخل عالي. ليش؟ لانه في ملايين الزوار يدخلوا امازون، الترافيك جدا عالي وبالتالي مبيعات كثيرة. كذلك ممكن تقدم لك راحة البال. ليش؟ لأنه أمازون هي تتكفل كل شيء، فهي تتكفل بتغليف البضاعة وشحنها إلى العميل إذا جالك الطلب، وكذلك خدمة العملاء، والترافيك زي ما هو معروف في أمازون كبير، فما يحتاج منك أنك تسوق خارج أمازون. وأيضا يمكنك بعد النجاح توفيق الله أن تسافر حول العالم. ليش؟ لأن كل ما تحتاجه في هذه التجارة هو لابتوب وإنترنت، فتقدر تشتغل من أي مكان في العالم إذا عندك هذول الشيء، سواء كان في منزلك ولا خارج منزلك. لكن هل هذه التجارة بالبساطة هذه؟ لا طبعا، هذه مجرد أساسيات عمل التجارة. هي تحتاج منك جهد وتعب ووقت عشان تأسس صح للبزنس تبعك
داخل أمازون وتبدأ تبيع. لذلك أنا عملت لكم محاضرة مجانية تعرفوا فيها عن أمازون وأسرار كيفية البيع فيه، وكشفت لكم عن أسرار أمازون وخبرتي وتجربتي في هذا المجال. فأحجز مقعدك في هذا المحاضرة، رابط تلاقيه أسفل هذا الفيديو، وشاهد المحاضرة وبإذن الله بتكون نقطة تغيير كبيرة في حياتك. إذا عجبتك هذه التجارة تستمر، إذا ما عجبتك فلن تخسر شيء، وهي محاضرة مجانية. اضغط الرابط أسفل هذا الفيديو ونراكم في المحاضرة. عسل. كويار لكاريو، يحاول كاريو يتقدم وأمام تغطية، شوف أكثر من لاعب، أمام أكثر من لاعب، فقد الكرة، راحت في المرتدة، راحت في المرتدة وخطيرة، فضل مندش يحاول والكرة تطول تطول على سلطان، قامت على سلطان في منتصف ملعب الفيحة، لكن هذا ليس مؤثرا لحد الآن. شوف ميشايل يحاول يتقدم في كرة ويمرر لماريجا، وكرة خطيرة وفورسو وكرة الهدف الأول للنيجيري، الهدف الأول لإيجانو، إيجانو 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 يسجل، لكن ميشايل هو من بدأ الكرة، ميشايل هو من بدأها، ميشايل هو من تقدم. البرازيلي حط إيجانو أمام المرمى وسجل للهلال. كيلكم في هدف، لا ينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل، لا ينتهي بالتعادل، سجل إيجانو وبمجهود كبير، مجهود كبير. شوف يا سلام يا سلام يا سلام على مهارة روعة، وتعاون إيجانو مع ميشيل. قبل ذلك ماريغا وهدف الهلالي أول، هدف الهلالي أول. شوف ماريغا مع ميشيل وتحرك جميل وكرة عرضية، وإيجانو هدف رقم 15 بأن يتساوى مع عبد الرزاق حمد الله. إيجانو يتقدم 1-0. ضربة زاوية عند كاريو تلعب العرضية، محاولة راسية لكن مرت الكرة وعادت من جديد للبريك إلى خارج أرضية الملعب. راحت الكرة إلى ضربة مرمى وصافرة حكم المباراة الآن السيد عبدالله الخربوش، تنطلق وتعلن نهاية شوط المباراة الأول لتقدم الهلال بهدف إيجالو 1-0 على حساب الفيحة في مباراة مؤجلة من الجولة 17 في مباريات طبعا تقام بنفس التوقيت، بنفس توقيت هذه المباريات دائما عبر SSC بمختلف قنواتها. تغيير بالنسبة للفيحة، فيكتور رويز هو من ترك ملعب المباراة ودخل فيكتور رويز، وعندنا كرة فيها محاولة وكرة خطيرة 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 وصعبة وجميلة ورائعة من جانب ميشايل. شوف الكرة العرضية، عرضية في المكان الصح، والكرة على الطاير على الطاير بالقدم اليمنى لميشايل، راحت الكرة سليمة على مرمى فلاديمير حسين. محاولة وتمريرة على جهة اليسرى، حلوة الكرة وتمريرة لباولينيو وأمام خليفة، باولينيو مازال باولينيو، عرضية خطيرة لكن التغطية والكرة تعود لبندر ناصر، يمرر الكرة بندر وفرصة والتصويبة قوية لكنها إلى يد المعيوف، نوكيمي خطير. ثم للبريك ميشيل يحاول على الطرف الآن، مر ميشيل، شوف 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 تقدم، شوف تقدم ميشيل والعرضية، خطير 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 البرازيلي، خطير وفنان وممتع، ممتع حقيقة، يعمل الشيء الغير ممكن والغير متوقع والغير متوقع. هنا كرة وعرضية وخطيرة، كرة وكرة هلالية وفرصة خطيرة جدا لفلاديمير ستويكوفيتش في المكان المناسب. شوف الكرة وشوف العرضية خطيرة، سود حط الكرة لماريجا بالقدم اليسرى، ماريجا رمية جانبية لسعود عبد الحميد، يلعب الكرة إلى الأمام لإيجانو، إيجانو
مجتمعين أمام الفيحة، والفيحة الآن في محاولة ونواكيمي وكرة خطيرة وفرصة، لكنها تمر بعدما استلمت راحت إلى خارج أرضية الملعب، وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة. وصلت لكينو، يمر لكاريو، كاريو يحاول، قطعت من أمامه، راحت المرتدة خطيرة للفيحة، والتصويبة قوية جدا وصعبة، لكن كرة ترايكوفسكي تبعد من جانب المعيوف إلى ضربة زاوية، محاولة وتصويبة من هذه المسافة. المعيوف يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية للفيحة، خطأ الآن ومخالفة للفيحة، والكرة العرضية حاضرة، والبريك في التغطية، يبعد الكرة، تعود أمامية طويلة، وصلت من جديد، انطلاقة سريعة 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 لميشيل، انطلق ميشيل يحاول، البرازيلي مر وتقدم، وفرصة وكرة أمام المرمى، غير معقول، كيف تضيع، كيف تضيع مثل هذه الكرة، فرصة ثمينة، فرصة خطيرة، ضاعت ومرت، وفرصة كانت متاحة لميشيل، نتمناها في الملعب وخارج الملعب دائما. من جمالية كرة القدم، عندنا كرة في محاولة وخطيرة، وسامي الخيبري يبعد الكرة، قرأ الفكرة، والآن دخول تغيير خليفة الدوسري، سيدخل يانغ يونسو، يانغ يونسو، تغيير يعني منطقي لأن خليفة عنده بطاقة صفراء، وبالتالي الكوري الجنوبي يدخل، ناصر الدوسري أيضا سيكون بديلا، مكان كاريو الدوسري، مكان كاريو في تشكيلة رامون دياز، بينما طبعا بالنسبة للفيحة ميلان بافكوف دخل في تشكيلة الفيحة، يريد ربما أن يكون سوبر هاتريك دوري للمرة الرابعة على التوالي، هو قادر على ذلك في ظل المنافسة الكبيرة والشرسة مع الاتحاد والنصر، هنا كرة أمامية وخطيرة والتصويبة قوية قوية من جانب ترايكوفسكي، لكن راحت كرة المقدوني. جنسيته جواز سفر سانت لوشيا خلال 6 شهور، اتمتع بحرية السفر انت واسرتك لكل دول شنغن وبريطانيا وهونغ كونغ وسنغافورة والعديد من الدول حول العالم بدون الحاجة لفيزا وبدون الحاجة لإقامة، ابتداء من 100,000 دولار امريكي، اضغط على بوك ناو عشان تعرف تفاصيل اكتر. سعر منخفض للغاية اليوم فقط، اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا. هذا القميص بولو الجديد هو من المنتجات الأكثر مبيعا في هذا الموسم، يتميز بياقة مرنة فريدة من نوعها ويمكنها جعلك تبرز في الحشو، تصميم فضفاض يجعلك دائما مرتاحا، ويستخدم نسيجا عالي الجودة ومنفذ للهواء، ويمكن أن يزيل الرائحة الكريهة التي تسببها العرق، يضمن لك تجربة ارتداء منعشة ومريحة في الأيام الحرة، مناسب لجميع المناسبات، سواء كنت تسافر أو تتعرف على شخص ما أو تشارك في نشاط تجاري يمكنك ارتداؤه بشكل لائق. الآن عند الشراء يمكنك الاستمتاع بعروضنا الخاصة، فلا تفوت فرصة الحصول على هذا القميص الرائع. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة يرجى الاتصال بنا. هل يعني شد ربما في بسيط و لن يعني تعيق البليهي في يعني ضغط ايضا كبير بالنسبة للهلال في المباريات المقبلة على مستوى بطولة الدوري، يحتاج كل اللاعبين وحصد النقاط في الجولات التي تسبق مباراة الديربي، ستكون مباراة كبيرة منتظرة فيها اكيد مصير الدوري من دون شك. عندنا كرة فيها محاولة وكرة عرضية ومحاولة وخطيرة وكرة إلى خارج أرضية الملعب، غير معقول، كيف تضيع
مثل هذه الفرصة، كيف تضيع مثل هذه الكرات؟ كأنه أمام المرمى في محاولة. شوفي قالوا أمام سعود عبد الحميد وتمريرة وكرة لكأنه راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية هلالية. ويحضر من يحضر الهلال دائما في طبعا حضوره دائما في أفضل حالاته. وحكم مباراتنا يشير إلى استمرار اللعب خطيرة للفيحة ومحاولة وكرة فيها فرصة ما زالت عرضية خطيرة خطيرة جدا وإلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية إلى ضربة زاوية. هنا مطالبة بضربة جزاء هنا مطالبة بضربة جزاء من مالك العبد المنعم. شوف الكرة شوف اللقطة وأمام ينكهي ومسو سقط مالك العبد المنعم. يعني حتى لاعبين الهلال أرادوا أن يعطي حكم المباراة بطاقة صفراء على مالك العبد المنعم. هنا مالك العبد المنعم سقط وبحث عن ضربة الجزاء وعندنا أكيد سيتأكد من اللقطة ثم الآن يعطي الإذن بلعب الكرة العرضية. محاولة خطيرة بالرأس وخطيرة جدا خطيرة من ميلان. ميلان يلعب الكرة الأسية مفكوف كرة تمرت مفكوف راحت كرة ومرت سليمة على مرمى المعيوف لأن تذهب إلى ضربة مرمى خطيرة جدا. ومحاولة رأسية من جانب الصربي الصربي وصلت لميشيل يتقدم في كرة إلى الأمام انطلق ميشيل وكرة لإيجالو تصويبة لكن تصطدم وتعود لناصر الدوسري. ناصر يحاول أمام تغطية ناصر أمام البقعاوي لكن يريد أن يستغل الوقت ويكسب الوقت ويحاول أن يمر ويكسب رمية جانبية لكن طالت الكرة وراحت سريعة ومحاولة خطيرة وفرصة لإيجالو. للهلال جميلة ولقطة رائعة ومهارة كبيرة من النيجيري مرمي مهارة وصوب وسجل. شوف الكرة وشوف اللقطة شوف الكرة وشوف اللقطة حطها رائعة ومر وصوب وسجل هدف الهلال الثاني. أصبحت النتيجة الآن 2-0 إيجالو حضر وميشيل مرة أخرى هو من يمرر هو من حط إيجالو أمام المرمى تماما وسجل الهلال الثاني. 2-0 أصبحت النتيجة الآن لأن يتقدم الهلال مرة أخرى عن طريق النيجيري الذي وصل للهدف رقم 16 في مشواره في بطولة الدوري. 2-0 فرحة كبيرة فرحة كبيرة والهلال لابد أن يكون في المنافسة. الهلال من المنطقي أن يكون في المنافسة من مصلحة الدوري أن يكون في المنافسة. صنع هدفين في مباراة اليوم صنع هدفين لإيجالو وهنا كرة عمرية وخطيرة ولكن عبد المعيوف في المكان المناسب يمسك الكرة. المعيوف حصل على كرة ونحن في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل المقدر من قبل حكم مباراتنا. الكرة طامت ولكن حصل عليها بعدما صدمت بمالك عبد المنعم وراحت للمرمى لكنها بطيئة وراح للمعيوف وتحصل على الكرة. عبد الله المعيوف تألق كبير للمعيوف مع الهلال في المواسم الماضية حسمت الأمور بدون شك بعد هدف إيجالو الثاني الذي أصبح هدافا. هنا كرة عمرية خطيرة هلالية وفرصة للثالث وإيجالو يحاول تغطية موجودة عليه. حكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة. التسلل الراية مرفوعة المباراة انتصار ثمين لأن الهلال بعد ذلك سيلعب أمام
الشباب، عندنا كرة فيها محاولة وتمريرة خطيرة لابن الحمدان، والعرضية تبعد وتمر الكرة إلى خارج.